تكشف الحاجة أحيانا تفاصيل دقيقة لإبداع وموهبة ترقد داخل ذلك الإنسان. العربية التقت بالصدفة عامل النظافة البنغلاديشي مرشد شيخ وهو يمارس لعبته البهلوانية ويتلاعب بالكرات من دون أن تلامس الأرض، تارة بيديه وأخرى بقدميه وفي فمه. التلاعب كان احترافيا ما استوقف زائري محافظة الطائف وجذب أنظارهم وجعلهم يتحلقون من حوله مشجعين ومتأملين. إذا هنا بعدنا واحد يوم شوب واحد يوم حصل واحد كورة بعدنا إذا طريق بعدنا سو إذا كده شغل واحد بعدنا واحد يوم كلام تال بعدنا واتي خمسة ريال بوكشيش. مرشد شيخ جاءت به الحاجة للعمل في السعودية كعامل نظافة في محافظة الطائف، إلا أن مرتب هؤلاء العمال وضعفه جعلهم يعملون في مجالات أخرى سعيا إلى رفع الدخل ومواجهة الغلاء الظاهر على السطح. الموهبة أسعفت هذا العامل وأصبح يستوفي من معجبيه بعضا من الريالات القليلة كما يزهو بموهبته وهو يشاهد ضوء عدسات الكاميرات تتوجه صوبه. صراحة الرجل ذا أنا أرى فيه شاعر، أرى في داخله شاعر، أرى في داخله رسام، أرى في داخله شخص لا يختلف في هواياته وإبداعاته عن أي فنان عظيم. شباب السعودية وجدوا المرح والمزاح مع مرشد وأخذوا يشاطرونه لعب الكرة، وآخرون يحاولون تقليده بالتلاعب بالكرات حتى ولو لم يتوفقوا في إجادة اللعبة. كما كان للأطفال استطلاع بريء عن الكرة وهي تدور على نعومة أظفارهم الصغيرة. أنا في شغل بلو دفن هذا فساسي تايجي زهر ساعتين خلا شركة في دوم بعدين خامس زوما يجي رمضان في شغل ذي كده كرة حركات. توقف زوار الطائف ومشاهدة هذا المشهد البسيط من عمل البهلوان يدل على أن تعطشهم لفعاليات ترفيهية في المنطقة ما زالت خجولة حتى الآن، بالرغم من وجود مقومات جمالية طبيعية لهذه المنطقة التي تتميز حاليا باعتدال أجوائها المائلة إلى البرودة ليلا. من محافظة الطائف خميس الزهراني، العربية.